سيدة منى اللحام ضيفتنا اليوم بفقرتنا للقاء الأحد. يسعد صباحك ست أم سلمة. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. وصباحك يا رب، ميت أهلا وسهلا فيكي ست أم سلمة. بالبداية حابين تحكي لنا عن قصة نضالك بالحياة وإصرارك على التعلم. يعني هي طبعا قصة طويلة كتير ولها حيثياتها وأمورها اللي صعب تنحصر بدقائق قليلة بهالمكالمة، لكن باختصار جدا أنا نشأت يعني بعائلة يعني قليلة الحال جدا، أو يعني تحت التوسط. الوالد كان موظف لكن كان كتير عنده حب للعلم والعلماء والمتعلمين، كان كثير كثير يقدر أهل العلم. والوالدة نفس الشيء، كمان كانت كثير كثير بتحب العلم وانحرمت من تعليمها بصغرها. طلعت من المدرسة وهي صف خامس، وكانت كثير كثير تطمح وتحلم أنها تعلم. فكأني أنا أخذت هالشيء هذا بالوراثة، بالوراثة من والدتي، لأني كمان طلعت من المدرسة بثاني ثانوي صف ثامن، كنت 12 سنة انخطبت. فأنا كتير كان صعب علي إني أنخطب وتابع الدراسة بحياة، يعني استحيت هيك. كان يعني نحن أنا من أنا ريفية، يعني من قرية، من عائلة شرقية. من وين من ريف يعني دمشق ست أم سلمة؟ من الغوطة الشرقية. من الغوطة الشرقية، والنعم والله. نعم تفضل. الله يخليكي. فحرمت من العلم بكير، تزوجت، أنجبت أولادي، لكن أنا بحب العلم. أي مجال فيه إنسان مثقف، إنسان متعلم، عالم، بتشوفيني هيك يعني من دفعة متحمسة لتقرأي. تماما لتقرأي عنه، متحمسة دائما للعلم وللمتعلمين. أتمنى أنا يا الله هذا إنسان، يعني كان دائما تشدني بالمجتمعات، بالزيارات، بالاستقبالات، بالأعراف، الناس المتعلمين، الناس المثقفين. لأني أنا بعتبر أنه الإنسان المثقف مر بمراحل كتير وتعب كتير لحتى صار بهالشخصية هاي المتوازنة، أو هاي الشخصية المتعلمة المتكلمة. فسبحان الله مرت الأيام وصارت بنتي صف تاسع، لازم أقدم معها تاسع. كنت تقريبا أنا بعمر 29 سنة، لازم أقدم معها تاسع. قدمت معها التاسع، أنا بنتي نجحت، أنا رسبت. الناس صارت تفكر إني أنا إنه يعني انخزلت وما حتابع. تمام، إنه يعني خاب أملك، وبالتالي إنه كان عندك ردة فعل إنه أكيد ما راح تحاولي مرة ثانية. بالعكس، نعم أنا فرحت كتير بنتي نجحت. أنا كتير كتير كان عندي تفاؤل، بالعكس أنه أنا عندي إصرار، مو تحدي للمجتمع لا، إنما إصرار أنا بذاتي أنه أنا لازم أقدمها. قدمت السنة الثانية مع أختي وكمان رسبت، كمان المجتمع أنه يلا طولي بالك ويلا عادي، والله المهم أنه أنت الحمد لله بخير. ست أم سلمة عم تسمعينا؟ ست أم سلمة؟ نعم ارجع يلا عيد. ولا يهمك، احنا الفقرة الأخيرة كنت عم تقولي انه بعد ما رسبتي للمرة الثانية صار المجتمع انه يطبطب عليك ويقول لك انه ما في مشكلة، المهم صحتك عليك ومن هالأمور. تمام، وانا ما كنت بحاجة ابدا لحد يطبطب علي، ما كنت بحاجة ابدا، لأني انا عندي إصرار لازم اقدمها. السنة الثالثة قدمتها لحالي وفضل الله نجحت. فورا السنة اللي بعدها انا بدي اقدم البكالوريا. طبعا كان بوقت انه ما في داعي استنى، لأني انا عمري كبير، ما في داعي استنى سنتين كان النظام بسوريا. صحيح. فقدمها، قدمت أول مرة بدون دراسة نهائيا ولا بدون ولا فتح كتاب، بس أنا بدي فوت على الامتحان شوف أنا بحسن. الناس بتقول ضربونا بالمادة الفلانية وضربونا، بدي استكشف هذا الجو شو وضعه. أنا بدي أفي هذا الموضوع، بدي فوت. فتت هيك تجربة بس بدون دراسة نهائيا ولا أعرف شيء عن الكتب. بس طلعت السنة اللي بعدها فورا قدمتها، كمان قدمتها. يعني بصراحة كان يعني عندي ضغوط اجتماعية، عندي ضغوط مادية، عندي انشغالات أولادي. يعني أنا تربية أولادي كانت عندي ثلاث مراهقين، يعني ثلاثة شباب الله يحميهم، وبنتي كانت مزوجتها. يعني عندي ضغوط كتير، فأنا ما عندي مجال إني لا سجل معها بصراحة ماديا. المادة يعني تلعب دور أحيانا، بس أنا عندي ما لعب الدور. أنا عندي ما لعب الدور، ليش؟ لأنه أنا قدم يعني بإصرار أنا بحسن أدرس لحالي، طالما ما في عندي مواد علمية بحاجة لحد يدرسني إياها بحسن أدرس لحالي. قدمتها وفضل الله كمان نجح، دراسة 40 يوم فقط.
ما كان شاء الله. لاخي وزوجة اخي الفضل، لانه هي كانت عم تقدم كل السنة ومسجلة معاهد ودورات. وهي انا تساعدك بالنقط لحقت والمراجع والمصادر، انه ممكن كيف تقري او تقول لك ركزي على هالفقرات او كذا، يعني ساعدتني شوية دعم. ساعدتني، قعدت 40 يوم عندها. كنت انا عم اقدم بكالوريا وابني سلمى عم يقدم التاسع، كان كمان بنفس الاعتكاف، يعني اعتكفنا 40 يوم هي انه وقدمناها، وكانت مكافأتنا لنفسنا كانت انه اذا نجحنا نحن الاربعه، اخي تاسع وابني تاسع ومرت اخي بكالوريا وانا بكالوريا، ما شاء الله. قدمناها سوا كمان ونجحنا الحمد لله بفضل الله. كمان هاد كانت معجزه نجاحي، ما شاء الله انه كيف فعلا يعني انه انت ما ب 30 سجلتي سنة، معهد، يعني ما تقريبا سجلتي هون كان بالصراحه. عمرك 30 سنة ام سلمى؟ كان عمري 32 سنة لما 32 بهالحدود. 31 سنة تمام لما هاد قدمت 30 سنة. البكالوريا. نعم تمام. طيب هلا ام سلمى بدنا نحكي شوي عن المرحله الثانيه، وهي المرحله الجامعيه اللي سمعنا انه طلع لك فرع جامعه هون وحاولتي جاهدا انه تكملي تعليمك ويطلع لك قبول جامعي. نحكي عن المرحله هي شلون صارت وكيف وصلتي لهذا الشيء اللي صار. نعم طبعا هالبكالوريا قدمتها وبقيت عندي هيك، انا اتمنى اني تابع، اتمنى اني عندي طموح، عندي شيء بداخلي لازم تابع جامعه، لازم يصير عندي شهاده معترف عليها بكل البلدان. يعني ما انا بفضل الله ما تركت العلم ابدا هالفتره هي، هلا لي تقريبا يعني 10 سنين بدي اقول انه انا ما تركت العلم ابدا، لكن انا ما اخذت شهاده نظامية، بدي اخذ شهاده نظاميه، لازم تابع تعليم النظامي، ما بدي ابقى بدك على شهاده، دورات بدك وعلى شهاده اكيد يعني نشاطات معترف عليها. طرقت هالباب السنة الماضية طبعا، عرض سمعت انه في تعليم وممكن يقبلوني في يعني تعليم مفتوح، ممكن اني انا ادرس في البيت، لاني طبعا ما فيني داوم بالجامعة مثل ما قلت لك، عندي يعني مسؤوليات، ما فيني، عندي اكثر من مسؤولية انا ملزمة فيهم، لازم تم متابعة معهم، ما فيني داوم بالجامعة. فسمعت على التعليم المفتوح بس لازم يكون لي مقعد بالجامعة. طرقت باب في الاخ سبحان الله واحد من الشباب الله يوفقه، سجل لي ب15 جامعه ما قبلوني. قلت له خليك متابع، هلا في جامعات لسه عم تفتح، خليك متابع وعم تسجلني، لاني انا اذا ما سجلتني بالعامه بدي سجل بالخاصه. خلص خلص حطيت ببالي اني انا بدي سجل خاص، في عندك جامعة اصرار خاصه انه بدك اي تكملي سنه. جامعه اكيد قولا واحدا، نعم سواء كان نعم خاص او عام. نعم نعم بقي عم يسجل لي لحتى صاروا الجامعات 26 25 جامعه، ال26 قبلتني، ال26 هي اللي سبحان قبلتك، الله سبحان الله. يعني الرقم 26 اللي قبلتني، وانا يعني عمري كبير ومعدلي شوي قليل، يعني ما كثير مشجع، لكن انا خلاص انا عندي طموح، انا ما عندي شاء طموح الله. وان شاء الله بدي اصلي باذن الله، وما ام راح سلمى، ازعل اذا ما ام سلمى قبلوني، بدنا ما راح تكشفي لنا ازعل اذا السر. ما قبلوني. ست منى بدنا تكشفي لنا السر، تقولي لنا قديش عمرك وقت صار عندك قبول جامعي بهالجامعه ال26. عمري هلا انا 51 سنه ما شاء الله، وكان ان شاء الله العمر كله يا رب، وان شاء الله يا رب الله يخليك بتضلي يا عم رب. الله تثبتي يخليك يا وجودك رب. وجدارتك باصرارك وروحك وشغفك للعلم واكيد للثقافه. هلا سبحان وصلنا الله. لمرحله الحمد لله انه صار عندك القبول بالجامعه، والجامعه نعم هي بتركيا نعم باسطنبول ولا باي جامعات نعم وين موجوده؟ يعني برات اسطنبول تقريبا شيء 400 كيلو يمكن، ما في جامعه اشكاليه. بولنت اجاويد، تمام بولنت اجاويد اسمها الجامعه، وطلعت وثبتت الحمد لله. التخصص شو؟ وفضل الله هلا اعطوني سنه تحضير للتركي مشان اذا حبيت اني ادخل بقى، لان طلع لي برمجه اذاعيه راديو تلفزيون، برمجه حلو راديو تلفزيون طلع لي. كثير حلو هالاختصاص، يعني ان شاء الله بكره بنشوفك زميلتنا اكيد وبتشاركينا بمقاعد التقديم باذن الله ان بأقرب وقت. اذا الله مدي بعمري، اكيد ان شاء الله اذا الله ربي يكرمك، بيعطيك الصحه بإذن والعافيه الله اكيد. تعالى. هلا سمعنا كمان الله ست منى انه زوجك معتقل وانت ام مثل ما ذكرنا لاربع اولاد، كيف عم تقدري تقومي نعم بواجبهم وكيف عم قدرتي اساسا تواجهي فكره اعتقال زوجك واصرارك لانه تتابعي مجال تعليمك وبالمقابل عندك هالمسؤوليات الكبيره والضغوط؟ يعني انا بتوقع انه هي كلياتها اقدر، انا هيك رايي، هذا هي قناعتي، انها هي اقدار. باي حال كنت فيه، سواء كنت مشغوله مريضه عندي دراسه اولادي عندي، لكن لازم اني انا تم متابعه حياتي، يعني انا كمان لي حقوقي، يعني بفضل الله يعني عم بحسن وازن بين اولادي وبين دراستي، ما يعني ما بنحسن، يمكن يكون في شيء من التقصير، يمكن يكون في شيء من لكن تم مستمره مصره، يعني عندي اصرار اني لازم انا واولادي امشي طبيعي. واكيد مو معقول انا اتفرغ لاولادي 20 سنه لحتى يصيروا اولادي بسن يعني خلص ينطلقوا، وانا بهال 20 سنه هيتم واقفه، هذا خطا كثير كبير
ما يعني ابدا مو معقول 20 سنه ابقى انا بس كرسي حياتي فقط للاولاد. طب انا شو صار فيني؟ هذا شيء اسمه بيسموه الغاء للشخصيه والغاء للذات بمقابل انه انت تقدمي لاطفالك او لحتى اولادك، وهذا الشيء غلط مثل ما قلتي. اكيد يعني اصرارك ما شاء الله على انه تحاولي دائما تكتشفي لذاتك. لازم لازم ابني حالي وابني اولادي بفضل الله. يعني كان كمان بدايه مسيرتي كانت بحفظ القران الكريم، اول شيء كان لي عون، يعني كان كانه لي انطلاقه كانت بدايتي ابدا من حفظ كتاب الله. سبحان الله اعطاني قوه، اعطاني هيك تحدي، اعطاني اصرار، اعطاني عزيمه، اعطاني فكر، اعطاني فكر. يعني انا سبحان الله لما الانسان بيحفظ القران الكريم في فكر بياخده، في شيء يعني علم بيتلقاه من القران الكريم. صحيح. تلقائي من رب العالمين، عطيه من رب العالمين يعني طبعا. فكان كثير له تاثير هذا الشيء، وهذا اللي عاني، هذا اللي ساعدني. مثل ما قلت لك مريت بتحديات كثير، مريت بضغوطات كثير، اجتماعيه ماديه معنويه نفسيه بكل المجالات، من المجتمع من حوالي. حتى في ناس بالبكالوريا لما قدمت البكالوريا انه يعني بعثت لي خبر وحده هيك سبحان الله انه باب السخريه انه يلا قال اذا ما اذا تميتي عم تقدمي وصار عمرك 60 بيعطوك اياها هيك البكالوريا. انه يا الله انا هذول الاشخاص عن جد اللي بوقتها انا تبسمت سبحان الله سبحان الله. اكيد ما رح توقفي وشك هيك عباره يعني عابره تعتبر. ما تذوق الطعم تماما. نعم ما تذوق الطعم العلم. يعني لو احد تذوق طعم العلم ما عنده مشكلة طبعا. سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وأنا مستمرة، وشو صاير علي؟ أنا عايشة بهالدنيا طول ما أني على وجه الأرض إن شاء الله بإذن الله مسيرة العلم مستمرة معي بأي أكيد. مجال بأي مجال بحب المحاضرات بحب الندوات بحب أي شيء ممكن أني أخذ فيه علم، ما عندي استعداد أتلقى مهما كبر عمري، ما عندي مشكلة. بقعد على مقاعد الدراسة، بقعد على مقاعد الاختبارات، بجرب بدخل لو رسبت لو رسبت لو ما افلحت. لكن انا اخذت حتى طبعاً انا اخذت كثير كثير شيء مهم. الوالد الله يذكره بالخير والله يبارك لنا بعمره، كان لما يرسب الواحد فينا. انا بتذكر لما رسبت بالتاسع اول مره مع بنتي اعطاني الهديه اللي ما اعطاها بنتي، قال لي نحن اللي بيرسب هو اللي بنعطيه الهديه، ما اللي بينجح، اللي بينجح خلص اخذ النجاح له، اما اللي بيرسب هو نحن عنا انه هو حاول وجرب وتعب ورسب. فالهدية كانت تكون دائما للراسب مو للناجح من الوالد. معناها استمونا معناتها الشيء بالشيء يذكر. بصراحة أنا كنت جاي أسألك إنه مين أكثر حدا سندك ودعمك بحياتك وبهالمواقف اللي كنتي عم تواجهيها، إذا فينا نقول مو لحالك أكيد طالما الوالد الله يخلي لك إياه وقف معك بهيك مرحلة وهي اسمها مرحلة رسوب. طبعاً. يعني أولا وأخيرا الوالد ولا زال إلى الآن بيدعمني جدا جدا بالكلام ورفع المعنويات والحب الصبر، يعني بيعطينا عنده إرادة بابا كتير كتير عنده إرادة قوية، وهذا الشيء عطانية يعني سبحان الله بالوراثة عطانية أكثر من الكلام. يعني بابا ما بيحكي كتير لكن سبحان الله كأني بالوراثة أخذت عن بابا الإرادة، عن ماما العلم. في إلي أنسة كمان، أنساتي ورفقاتي يعني بالشام كمان كتير كتير كانوا إلي سند، لأنه أنا بوضع إصرارك إرادتك ثباتك على موقفك تماما شغفك للعلم. الزوج ما نسهل هينا نحكي عنها هاي المرحلة، الرجل ما نسهل أبدا. يعني مع كل هالتحديات هي كان اللي فوتي على المراكز الأمنية، على البحث، على الزيارة، تعرفي أنت يعني المعتقل هنيك شو وضعه. فيعني سبحان الله وكان فيه عون كثير من رب العالمين. يعني كان اعتقاله بفترة مو خلال الثورة السورية ولا خلال الثورة تم الاعتقال لزوجك؟ لا قبل، لا قبل الثورة السورية من 95 من قديم. نعم 95 أنا. معناتها فينا نقول إنه أكتر حدا سندك هو أبوكي الله يخلي لك يا والوالد، وأكيد الله يخلي لك أهلك نعم. جميعا، لكن هو السند نعم. الأول يلي كان دائما واقف جنبك. يا ترى ست منى أثرت فيكي حياتك السابقة بالريف الدمشقي، كوننا نحن كنا عم نحكي إنه الغوطة الشرقية وبنت الغوطة الشرقية، يا ترى عطتك شيء من القوة اللي هلأ أنت فيها حاليا؟ أكيد عطتني الحب، عطتني الطيبة، عطتني القبول المجتمعي، عطتني لإلي التقبل المجتمعي لإلي. يعني أنا بفضل الله يعني الحمد لله مقبولة من كافة الفئات، يعني بفضل الله شخصية محبوبة. أنا أخذته من ريفي، أخذته من غرطي عن جد، أخذته من بلدي، من أهلي، من جيراني، من يعني أخذته أي نعم من بلدي. هذا الشيء طيبة الله. المحبة يعني هيك ما بعرف، حب دائما الناس والخير لإلهم والتعامل معهم، التفاؤل، الأمل، هذا كله أخذته من بلدي. وأكيد ما بدنا ننسى القوة اللي أثبتوا فيها جدارتهم
ثوار الغوطة الشرقية، واللي أنت أكيد بكل الأحوال فيها شيء من روحك ومن طبعك. بفتخر فيها، نعم أكيد طبعا أنا بفتخر فيها، بفتخر فيها أكيد. بفتخر إني أقول أنا من الغوطة، بفتخر إني أقول أنا من سوريا، أنا من سقبة، من بلدي سقبة، إيه أهلي وجيراني وأخواتي كل عالم، كل عالم التقيت فيهم هن فخر لإلي، إن شاء الله ربي فخر لإلي وأخذت منهم أكيد. سواء بكلامهم سواء ب يعني ب حياتهم هن. تمام. أنا دائما ما عندي توجيه إني أقول لفلان أعمل كذا وأعمل كذا، أنا بكون بنفسي بعملي قدوة. أنا هيك عم بعمل بصراحة. هذا هو اللي أخذنا لسؤالنا قبل الأخير، كنت بدي أسألك يا ترى مين أكثر شخصية بتعتبري أنه هي عن جد قدوة لك بحياتك، مشيتي على خطاها إذا فينا نحكي؟ يعني في الحقيقة ما لا أجد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، يعني أنا ما أعرف، ما بحسن، يعني ممكن كتير باخذ من فلان ومن فلان ومن فلان، من أمي، من أبي، من أخي، من آنستي، من رفقاتي، لكن يعني ما بحسن أقول إني فلان هو أنا أخذت منه، لا أخذت من كتير شخصيات، ولا زلت إلى الآن، يعني ولا زلت إلى الآن بأخذ، وكأني لا أعلم شيء. يعني أنا لما بلتقى بأحد الشخصيات، أحد الشخصيات سواء نساء أو رجال، أنا كأني لا أعلم شيء، تعلم منه، بأخذ منه شو ممكن يوجهني، ممكن يغير لي فكر، يعني كمان ما في مشكلة، طالما هو يعني إنسان ناجح، طالما هو إنسان سلك هالمسلك هذا ونجح، فما عندي مشكلة. أنا ممكن إني أطرق الباب، ممكن إني أجرب، ممكن إني مو تجربة طبعا، يعني استفادة واكتساب خبرات، لا أنا من التجارب باخذ دروس، يعني من التجارب باخذ، من تجارب باخذ دروس، فما عندي شخصية معينة أنا متقبسة يعني أو متشبسة فيها، يعني أنا ما باخذ العنف، لا أنا ممكن آخذ من هذا بدل أكيد على كل شخص وكل إنسان رب العالمين وضع فيه شيء جيد للمجتمع، جيد لحياته، جيد انه يكون قدوه، فمو شرط اني خلاص طبعًا. يعني هذا بخطا او لانه ما في انسان ما بيخطا، ما في انسان ما في اغلاط، كل انسان فيه هيك وفيه هيك، لكن بحترم كثير دائما يعني بحترم الشخص اللي بيتقبلني على غلطي، بيتقبلني على عوجي، بيتقبلني على تقصيري، يعني نعم يعني ان شاء الله يا رب لك على وانت كمان ان شاء الله بكره بتكوني كمان قدوه اكيد ستونة، انت حتكوني قدوه لكثير من الشخصيات باذن الله تعالى مع الايام الجايه ولمحيطك ولاي حد عم يسمعنا حاليا. كلمه اخيره ستونة بتوجهيها للشباب الطموح والساعي للعلم حاليا، نصيحه اخيره ممكن توجهيها لهم لحتى يسمعوكي وياخذوا فيها. نعم، أي في نقطة مهمة، أول كلمة واحدة لازم أقولها، أينما زرعك الله أثمر، وين ما نحطينا، بغربة، ببلدنا، بمحنة، بأي مكان كنا فيه نحاول نأسس، نشتغل، ما أتوقف، أنا ما أنتظر، أنا ضد الانتظار، ما بنتظر شيء نهائيا، موجودة أنا هالعشر أيام بدي أقول هالسنة هاي بهالبلد هاي، لازم هالسنة هاي أنا أطلع منها بشيء. عندي الصيفية 3 أشهر صيفية، أنا كان توجيهي لبعض هيك الصبايا والشباب، هالصيفية هاي ما بدك تخلقك من الدراسة، ما بدك تدرسي، لكن طلعي من هالصيفية هاي قولي أنا بالسنة الفلانية طلعت بالدورة الفلانية، طلعت بهيك، طلعت بحفظ كذا، طلعت بذخيرة أخذتها معي، وين ما رحت، وين ما أجيت، ما تنتظر شيء، حاول تبني، حاول تأسس. أنا عايشة هون بتركيا ما بعرف قديش، سنة سنتين ثلاثة أربعة، لكن أنا بهالسنوات هاي لازم أخذ منها شيء، لازم استفيد من هذا الوقت، وقت راح علي، يعني وقت عم يمشي علي، عم يمضي علي، فليش أنا ما أستثمره؟ ليش ما أعيش سعيدة أنا؟ ليش ما أعيش سعيدة بهالسنوات هاي؟ أنا مبسوطة هلأ، ما عندي مشكلة، أنا بغربة وبرات بلدي وأعتبر لاجئة يعني، لكن أنا سعيدة بهالحياة هاي اللي عايشتها، لأنه طالما في بالضبط، طالما في سعي دائما وإرادة قوية بأنه أنا بدي أثبت وجودي بمجال معين وبدي أحط بصمتي بهذا المكان، فهي تعتبر أهم نصيحة فعلا أنت ممكن توجهيها لأي حدا ممكن عم يسمعنا. ست منى اللحام ضيفتنا بلقاء الأحد وبفقرتنا ضيف الأحد لليوم، نحن بنشكرك جزيلا على هالمعلومات، وعن جد أنت حتكوني قدوة وشعلة لكثير من الشرايح ولكثير من حدا اللي عم يسمعنا بإذن الله تعالى، ونتمنى لك أكيد مستقبل مزهر بإذن الله. شكرا كثير لكم، رجائي بالله ان شاء الله باذن الله اني اثبت ان شاء الله باذن الله هذا الامر ان شاء الله، وبتتفوقي بالجامعه وبتتخرجي وبتصيري زميلتنا مثل ما ذكرنا يا رب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا كثير لك ست منى، اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا.